بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة اللي راح ناخذها في هذا الفصل إن شاء الله هي مادة الهيدرولوجي أو ما يعرف باسم علم المياه. قبل ما نبدأ بالموضوع نشوف المصادر والكتاب المقرر عندنا. عندنا الكتاب المقرر موجود بمجال التعليم هو الهيدرولوجيا ومبادئ هندسة الري، تأليف الدكتور محمد عبد الرحمن الجنايني. هذا هو الكتاب اللي تقدرون تحصلون عليه من مجانية التعليم اللي موجودة بالقسم. بعض الكتب المفيدة الأخرى الحقيقة اختارت لكم دني ثلاث كتب موجودة ترجمات أيضا، يعني موجودة ترجمة إلها بالعربي، اللي هو كتاب Hydrology for Engineers وإدنا Engineering Hydrology، والهيدرولوجي اللي موجودة تراجمها في جامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة الموصل. ايضا موجود عندنا هنا كتابين، كتاب تشاو اللي هو Applied Hydrology او تطبيق الهيدرولوجي التطبيقية، وعندنا الهيدرولوجي Principles Analysis Design اللي هو كتاب ايضا مفيد بمبادئ الاساسية للهيدرولوجي. حقيقة اي كتاب يتحدث عن الهيدرولوجي راح تلقون بموضوع او اكثر او اغلب المواضيع اللي راح ناخذها خلال هذا الكورس. المواضيع اللي راح ناخذها راح نبدأ بالبداية ناخذ introduction فندخل بسيط للهيدرولوجي ونعرف شنو الهيدرولوجيك سايكل اللي على اساسها يعتمد الهيدرولوجي، وبعد ذلك راح ناخذ الوذر اند هيدرولوجي علاقة الطقس في علم المياه. ناخذ المكونات الهيدرولوجيك سايكل اللي هي البريسيبتيشن اللي احنا نسميه المتساقطات او الصقيل، الايفابوريشن، وبعدين عندنا الانفلتريشن، واخيرا الستريم فلو. بعد هذا راح ناخذ في موضوع مهم جدا اللي هو اساس عملنا الهندسي اللي هو الهيدروغراف اناليسيس، تحليل المخططات المائيه. بعد ذلك راح ناخذ موضوع الفلود راوتينج اللي هو استتباع موجة الفيضان، وعندنا البروبابيلتي ان هيدرولوجي موضوع الاحتمالية وشلون نطلع احتمالية او التوقع للحالات المختلفة الموجودة عندنا في الهيدرولوجي. عندنا راح ناخذ ايضا الجراوند ووتر اللي هو المياه الجوفية، حركتها وحسابها وكيف نستطيع التعامل معها لهذه المياه الجوفية، وأخيرا فد introduction أو مدخل بسيط على الرسوبيات الموجودة أو الترسبات اللي تصير في الخزانة. نبدأ بالبداية نأخذ بداية الموضوع اللي هو introduction أو مدخل لمقدمة لموضوع الهيدرولوجي. طبعا قلنا احنا الهيدرولوجي ممكن نعرفها بانه هي علم المياه، علم المياه. حقيقة المياه هي واحدة من اكثر مواردنا الطبيعية الموجودة، بدونها طبعا ما ممكن تكون هناك اي حياة على سطح الارض. حقيقة كعلم الهيدرولوجي يعني تطور وكان كحاجة الى فهم نظام المياه المعقد للارض ومساعدة في حل مشاكل المياه، المساعدة في حل مشاكل المياه. طبعا الهيدرولوجي هو كعلم يشمل وجود المياه وتوزيعها وحركتها والخصائص هذه المياه، بالإضافة طبعا إلى علاقتها بالبيئة. طبعا في كل مرحلة من مراحل اللي سمينا احنا نسميها الهيدرولوجي سايكل اللي هي دورة المياه او الدورة الهيدرولوجية. طبعا هسه حنشوف احنا من نستخدم الهيدرولوجي، طبعا هو يعتبر علم واسع يعني يحتاج حتى في شرحه او يعتمد في شرحه على عدد من العلوم الاخرى مثل علم الاحصاء وميكانيك الموائع الارصاد الجوية وما الى ذلك. طبعا يصنفوا للهيدرولوجي الى نوعين. النوع الاول اللي تتعامل ويا المواد الاكاديميه يسموها او الهندسه، والنوع الثاني اللي هو يسموه الابلايد هيدرولوجي او الهيدرولوجيك التطبيقيه.
عندنا النوع الاول اللي يتعامل ويا المواضيع الاكاديميه، والنوع الثاني اللي هو الابلايد هيدرولوجي او الانجينيرنج هيدرولوجي، الهيدرولوجي التطبيقيه او الهيدرولوجي الهندسيه. طبعا اللي هي راح تتعامل اللي احنا شغلنا الحقيقه راح يتعامل ويا ثلاث نقاط مهمه. اول شيء حساب وتقدير الموارد المائيه، حساب وتقدير الموارد المائية، دراسة العمليات اللي تصير بالهيدرولوجي سايكل اللي هي البريسيبتيشن، قلنا الران اوف الجريان السطحي، التبخر، وما يعني وما هي تفاعلاتها او تأثيراتها. وعندنا اخير شيء ندرس مشاكل مثل الفيضانات والجفاف، وشلون نقدر نحسبها ونتوقعها وشقد شلون نقدر نكافحها. طبعا المياه او التجهيزات او امدادات المياه الموجوده يعني بالطبيعه هي محدوده، على الرغم طبعا من وجود الكثير من المياه على سطح الارض، لكن مو دائما تكون في المكان المناسب او في الزمن المناسب. طبعا وكذلك من ناحية الكواليتي أو الجودة مالتها، هل هي ملائمة للمتطلبات المختلفة؟ طبعا احنا بالنسبة لنا كأبلايد أو كإنجينيرينج هيدرولوجي، احنا نستخدم الهيدرولوجي بشكل رئيسي فيما يتعلق بالتصميم وتشغيل المنشآت الهيدروليكية، الهيدروليك ستراكشر، و يعني هي اساس او صلب الدراسه الهيدرولوجيه بالنسبه لنا. طبعا قبل هذا، قبل ما نبدا ونطبق الهيدرولوجي هندسيا او تطبيقيا، نحتاج انه نعرف الاساسيات الهيدرولوجي، وهي تعتبر طبعا جزء اساسي من تدريب المهندس المدني. فراح ناخذ اول شيء، راح ناخذ الهيدرولوجيك سايكل. الحقيقه الهيدرولوجيك سايكل مر علينا سابقا، اللي هي دوره المياه، ممكن نسميها الووتر سايكل او نسميها هيدرولوجيك سايكل. قلنا الهيدرولوجي هو علم المياه. فعندنا حقيقه دوره المياه هي فد عمليه مستمره يتم من خلالها يعني تنقية المياه من خلال عملية التبخر، وطبعا ينتقل هذا البخار على سطح الأرض، من سطح الأرض ينتقل. طبعا سطح الأرض يشمل أيضا يعني المناطق المائية اللي هي المستنقعات، البحار، البحيرات، نعم. فتنتقل المياه من هذا، من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي، إلى الغلاف الجوي على طبعا اللي يرفعها من الكتل الهوائية، أكيد هي اللي تؤدي إلى نقل هذه الكتل البخار الموجودة. هذه إذا وجدت لها ظروف ملائمة راح يصير بها عملية تكثيف، وتتكون عندنا الغيوم والسحب. وطبعا هاي السحب الموجودة أيضا إذا كانت بتكاثفت بكميات كبيرة كافية لتكوين عودة البخار إلى ماء، فراح ينزل لنا على شكل بريسيبتيشن أو على شكل سقيط إلى سطح الأرض. طبعا مهم نقول من سطح الأرض يعني يشمل أيضا المسطحات المائية، فيرجع من جديد إلى سطح الأرض كماء نقي. طبعا المياه موجودة على سطح الأرض بأشكالها او على الارض باشكالها الثلاثة، حسب طبعا يعني بدرجة معينة او مختلفة من الحركة. فأدنى اشكال المياه المعروفة اللي هي السائل والصلب والغازي. الهيدروليك سايكل هي محور الرئيس للهيدرولوجي. فالدورة طبعا احنا نقول سايكل بمعنى انه دائرة، والدائرة ما لها لا بداية ولا نهاية، والعديد من العمليات اللي تصير خلالها ممكن انها تكون بشكل مستمر. يتضمن كل مسار للدورة الهاجية واحد او اكثر من الحالات التالية.
يا إما تكون في حالة transportation of water أو في حالة يعني نقل المياه أو في حالة تخزين مؤقت المياه أو في حالة تحول من حالة إلى حالة أخرى. إذا نشوف الصورة اللي أمامنا مخطط بسيط الwater cycle يبين لك بالحالات المختلفة للماء في مراحله الثلاثة اللي هي ده نشوفها مثل ما ده نشوف هاي المسطحات المائية والأرض الموجودة سطح الأرض يصير بها عملية evaporation، وهذا evaporation بوجود ظروف ملائمة يصير دي عملية condensation اللي هي تكثيف، تنتقل تتجمع تصير غيوم كثيفة، هاي الغيوم الكثيفة ترجع من جديد تصير precipitation، وهذا precipitation ممكن انه اذا كانت وقعت بمنطقة باردة جدا تكون على شكل ثلوج، وهذه او كشكل امطار، فهذه الامطار يتوقع على السطح تصير عندي جريان سطحي، قسم من عنده يصير بالفلتريشن الى داخل السطح الارض طبقات التربة يكون عندي الجراوند ووتر، هذا الجراوند ووتر ممكن يظهر من جديد على سطح الارض في المواقع المختلفة او يذهب مباشرة الى اوطأ نقطة موجودة اللي هي بالمحيطات، وهكذا تستمر العملية كدورة كاملة.